الأول للعرب. رئيس عبد الناصر بخط إيده كاتب من هو العدو الأول للعرب. اسأل نفسك سؤال، مين هو؟ قبل ما أوريك الوثائق بتاعة الرئيس عبد الناصر بخط يدي، بخط يدي موجود في كتب الدكتورة هدى عبد الناصر. اتكلم على الإنجليز. الإنجليز ده العدو الأول، قال عليه الرئيس عبد الناصر. هم اللي زرعوا إسرائيل، وهم اللي احتلوا، وهم اللي غزوا، وهم اللي بيمولوا، وهم اللي صنعوا جماعة الإخوة الإرهابية، وهم اللي صنعوا. فقال لك هو العدو الأول مين؟ الإنجليز. ده الرئيس عبد الناصر بخط يدي. لو الوثيقة دي موجودة انزلوا لي بيها يا يوسف لو سمحت. بيتكلم عليها عن اهو ده بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر يتحدث العنوان العدو الأول للعرب، العدو الأول للعرب. وقال لك ان احنا الاحداث بينت العدو الاول والدوله اللي تبغي العرب خيرا، اللي مش عايزه اي خير لينا، مين هي الدوله اللي خلقت اسرائيل لتقضي على القوميه العربيه في الوقت اللي كانت تخدع العرب بابتسامات زائفه، من هي الدوله التي تعمل دائما لتسيطر على العرب وتجعلهم تابعين لها، تساعد وحدتهم اذا كانت هذه الوحده تساعد على تمكين قبضتها من رقابهم وتفرق بينهم اذا ظهرت دعوه للحريه والتخلص من الاستعمار. هذه الدوله هي بريطانيا. هذه وثيقه بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر، بعرضها على حضراتكم لاول مره، وبعتها لي الدكتوره هدى جمال عبد الناصر، بشكرها شكرا جزيلا. كنت بكلمها النهارده مكالمه طويله جدا، النهارده بنتكلم على الثوره. شوفوا الرئيس عبد الناصر قايل ايه على الانجليز، حضرتك تبقى عارف. فقدت مش عارف ايه، زال القناع وظهر الذئب البريطاني بانيابه واطماعه، وتبين لجميع ان بريطانيا لا تريد للعرب اي خير ولكنها تريدهم تابعين. هكذا كتب الرئيس جمال عبد الناصر، الزعيم جمال عبد الناصر بخط يده عن الانجليز. اوعى الكلام ده، اوعى التاريخ ده يضيع عن عينيك، خلي التاريخ ده قدامك، خلي الوثيقه دي قدام حضرتك عشان تبقى عارف اللي بيترتب لك وبتخطط لك من زمان مش من النهارده. هكذا قال الرئيس جمال عبد الناصر او الزعيم جمال عبد الناصر عن انجلترا، العدو الاول للعرب. يا جماعه لو سمحتوا التاريخ ده مهم قوي نبقى عارفينه، نبقى يعني واحنا بنتابع كده النهارده واحتفالاتنا بثوره يوليو نعرف الحقائق والحقيقه الخاصه ب هذه الثورة، واللي كان زي ما قلت سألت الدكتورة هدى عبد الناصر النهاردة لو ما كانش حصل يوليو كان ايه اللي ممكن يحصل؟ قالت لي كان هيحصل يوليو. قالت لي خلي بالك لو ما كانتش كانت هتحصل في اي وقت. قالت لي لانه المصريين والجيش المصري لا يمكن يقبل اللي كان بيحصل، لا يمكن. والجيش المصري طول عمره هي ثورة الجيش، مين بقى اللي حماها؟ الشعب. وفي البيان الاول بصوت الرئيس انور السادات بالأول بيتكلم على الشعب وبيخاطب الشعب، والشعب هو عمل ايه الشعب المصري؟ شعب حضراتكم جدودنا عملوا ايه؟ عملوا انحازوا لهذه الثوره. واحنا عملنا ايه في 30 يونيو لما احنا نزلنا؟ مين اللي وقف معانا يرد لنا او ترد لنا؟ القوات المسلحه، هذا الجميل تنحاز للشعب. يبقى في ثورة 23 يوليو 52 ثورة القوات المسلحة والجيش وقيادات القوات المسلحة اللي قدام حضراتكم اللي هم الضباط الأحرار اللي تركوا، لأن الجيش ما كانش صاحب قرار، وبالعكس هم أخذوا هذه الثورة وانحاز الشعب المصري لهذه الثورة، وبارك الشعب المصري هذه الثورة، وكان بيشيل قيادتها على الأعناق. رئيس عبد الناصر ده ينزل في أي مش ينزل، ما بتعرفش تلاقي. ثم في 30 يونيو ثورتنا العظيمة انحازت لنا القوات المسلحة. يبقى الجيش والشعب ايه؟ حاجة واحدة. محدش يقدر يفصل الجيش عن الشعب او يفصل الشعب عن الجيش. احنا كلنا حاجة واحدة. جيش وشعب، هو لانه الجيش هو الشعب، ملك الشعب. كل التحية لأبطالنا، ابطال ثورة يوليو العظيمة. واحنا زي ما بقول لحضراتكم كان الجيش ضعيف للغايه، ما كانش عنده فاكرينه حرب 48 واللي حصل وما جرى فيها، ثم كان مهم انه الجيش ينتفض وانه الجيش كمان يسترد الكرامه ويحرر بلده، وهذا دائما عهدنا بقواتنا المسلحه حرر بلده
من الاستعمار، حرر بلده من الاحتلال، وجاء الدور على قواتنا المسلحة أيضا. وثائق البريطانية اتكلمت على هذه الثورة وعلى دور رئيس عبد الناصر، على دور ضباط الأحرار، وقالوا أنه وكان على أنه ما جرى ده بيؤكد أيضا يمكن بعض اللي قعدوا يتكلموا على حاولوا الإنجليزي يتكلموا على أنها انقلاب لحد سبتمبر، قرارات سبتمبر وقوانين الإصلاح الزراعي، ثم تحدثوا في هذا اليوم على أنها ثورة. يعني الإنجليز بدأوا يتكلموا على أنها انقلاب انقلاب انقلاب. رئيس عبد الناصر لما عمل قوانين الإصلاح الزراعي سبتمبر 52 في اللحظة دي قالوا أنها ثورة. الإنجليز غيروا وجهة نظرهم، أنه شافوا أنه الرئيس عبد الناصر وضباط الأحرار والثورة هي ثورة الشعب، تنحاز للشعب، تنحاز للفقراء. فاصل ثم أعود لحضرتك.